دلوقتي بقى هنتكلم على الفيميل جينيتال سيستم. طبعا هنبدأ برضو بالجناد. لو الجناد ادى تيستس في الميل هيدي اوفر في الفيميل. احنا كان اخر كلام عندنا في الجناد ايه؟ سوبرفيشال جير من الابيسيل وانر ابيسيليال سيل ماس اللي هي الحمر، والبريموردال جير من السيلز الزرقاء دي اللي هي جات لنا منين؟ من اليوكساك. ده كان الجناد في الاول. ازاي عمل الجناد يعمل الاوفري؟ واحده واحده نفس القصه. الخلايا دي اللي هي في الجناد الرينج ذيم سيلف ان فورم اوف كوردز، والكوردز دي سميناها برايمري كوردز، والكوردز دي انستموزيس سنترال، والانستموزيس ده هو اتعامل حاجه اللي هي ريتا اوفرياي، بنسمي حتى هنا ريتا الريتا اوفرياي. ده زي يعني تقريبا زي الميلك، ما اختلفتش كتير. يبقى هناك ادى ريتا تيستس، هنا ادى ريتا اوفرياي، ثم تختفي البرايمري كورد. يبقى في برايمري كوردس اتعملت من الانر ايبيثيليال والجيرمينال ايبيثيليال، والكوردس انستموزس سنتر وعمل الريتا اوفرياي ثم اختفت، ثم ظهرت كوردس جديده تاني اسمها سكندري كوردس او فلاجر كوردس. منين؟ من البريموردال جيرمينال سيلز الزرق، ومن السوبرفيشال جيرمينال ايبيثيلي، ومن الانر ايبيثيليال سيلز. كل دي عملت كورد جديده، والكورد سميناها سكندري كوردس او فلاجر كوردس. تقوم تيجي الكوردس ديت سيجمنتد، يعني ايه؟ تتقطع حتت حتت ماسز كده، وكل ماسز من فلاجر نست مجموعة من الخلايا، بدل ما هي كورد على بعضه كده، الكورد ده سيجمنتد لجروب اوف سيل، وكل سيلز بنسميها فلاجر نست. الفلاجر نست ده السنتر سيلز بتاعته هي مجموعة من الخلايا، اجزاء 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 كده. كل واحدة من دول من الفلاجر نست دي او اللي هي جايه من السكندري كوردس، السنترال سيلز بتاعتها هتعمل او اوجوني، والسراوند سيلز هتعمل الايه؟ فوليكولار سيلز. وبنسمي الاستراكشر ده ايه؟ بنسميه برايمري فوليكل، اللي هو بعد كده يدي سكندري وتيرشري، وبعدين في الاخر جريفيوم فوليكل والكلام اللي احنا طيب ال ايه تاني؟ سوبرفيشال جيرمينال ابيسيل زي ما هي، يظهر كونكتيف تيشو تمتد من الميزو سراوندنج ميزو ديرم اللي هي الانترستيتشال سيلز، وبعدين الانترستيتشال سيلز بقى اللي هتبقى فيها الخلايا اللي احنا بنسميها الخلايا البينيه والانترستيتشال سيلز مع الكونكتيف تيشو، ويبدا السنتر بتاع الاوفري انفيدد بلاد فيزلز ويعمل المظله، ويبقى الكورتكس كله معظمه برايمري فوليكل في الايرلي ستيج اوف ديفلوبمنت بتاع الاوفر. طبعا الميزنت اللي كان معلق الجناد هيتحول هو هنقول عليه ميزو اوفيريان. يبقى اذا في تيونيكا الفوجينيا في كونكتيف تيشو تحت، وفي انترستيتشال كونكتيف تيشو بين الفوليكل اللي هو البرايمري فوليكل، والريتا اوفرياي اللي هي جت من البرايمري كورس ده، واللي هي هتبقى بقى فين؟ في المضاد. ويبقى كده الاوفري اكتمل. سوبرفيشال جيرمينال سيلز هتبقى سكويمس سيلز بعد كده، تحتها تيونيكال لوجينال كونكتيف تيشو جاي من الميزوديرم، انترستيتشال كونكتيف تيشو، بعدين فوليكل برايمري فوليكل اللي هو اوجونيا في النص في سنترالي وسراوندد بوان لير اوف فوليكولار سيلز. ده ديفلوبمنت اوف ذا اوفري من الجون. طيب تعالى بقى، انا قلت لك في الاول الميزونيفريك داكت ادت الميل جينيتال سيستم اساسا، في الفيميل ديجنريت تختفي بس سابت اثر. يبقى الفيت اوف ميزوديرم اوف ميزونيفريك داكت ادت ايه؟ خد بالك
احنا قلنا ميزو نفرك تيوبيول وميزو نفرك ايه دق. التيوبيول دي ديسابير وديجنريتد وريبريزنتد بحاجات خفيفه في اللي هو الاثار خيبانه كده موجوده على الاوفري اللي هي بنسميها الاي بي او اوفرون، وبعدين يعمل فيزيكولار ابندسز خدت بالك والبارا او اوفرون، ومش هتسيب حاجه عليها قيمه خالص غير حاجه واحده بنهتم بيها اللي هي جارتنرز دكت، اللي هي دي انت خدتها في الوول بتاع الفاجينا فيستيبيول او في الفيستيبيول، ودي كانت اثار للميزو نفرك. يعني اخر الكلام الميزو نفرك في الفيميل ما بتديش حاجه ليها فايده، الكودال بارت بتاع الميزو نفرك دكت ادت حاجه واحده بس اسمها جارتنر دكت اللي هي بتبقى في الجدار بتاع الفيستيبيول جارتنرز دكت، وبعدين تختفي. يبقى في الميل ادت الاصل الميل جينيتال من عند الابيدنس كده وانت نضجت الريفرنس ولا وكل الحاجات الموجوده بيها، انما في الفيميل بتختفي ما بتسيبش غير حاجات خيبانه كده اثار ليس لها اي قيمه، الا ان بنقول ان الكود البارت بتاع الميزو نفرك دكت بتسيب اثر اللي هو الجارتنرز دكت. جارتنرز دكت كويس جدا. اساس بقى هنا مين؟ موليريان دكت او باراميزو نفرك دكت. خد بالك احنا قلنا الباراميزو نفرك دكت في واحده شمال واحده يمين، وكانوا الاثنين متحدين في الكودال بارت بتاعهم بيحصل اتحاد بين التو تيو التو دكت وتنتهي بمولر تيوبين. ايه بقى اللي اديته الميزو الباراميزو نفرك دكت او موليريان دكت؟ خد بالك ده الكلام المهم بقى. اتقسمت لكرينيال ريجون اهي، دي بتبقى سيبريت اهو، وبعدين ميدل ريجون، وبعدين كودر ريجون. الكرينيال ريجون ده اهي ديفرنشيتد ليوتراين تيوب، يبقى الكرينيال ريجون سيبريتد الجزء ده والجزء يوتراين تيوب. الميدل ريجون فيها جزئين كرينيال بارت اهو وكودال بارت. الكرينيال بارت حتى شو كنا نسميه كرينيال سيبريتد بارت اللي هي دي الهورن اوف ذا يوترس، ده الهورن بتاع اليوترس. وبعدين الكودال بارت هيدي البودي اوف ذا يوترس، يبقى الهورن والبودي من الميدل بارت. الكودال بارت هيدي مين؟ هيدي السيرفكس في الكرينيال بارت بتاعه، وهيدي الفاجاين. وبعدين المولر توبيركل هيدي الهايمن الاند بتاع الموليريان ده. طب امال ايه بقى يوترس باي كورنس ويوترس يونيكورنس؟ يعني مثلا في المامل في الهيومن الاقي مفيش حاجه اسمها كرينيال سيبريتد بار، بيحصل اتحاد للرايت والليفت يوتراين تحدوا مع بعض، ولذلك اليوترس هنا هو بنسميه يوترس يونيكورس، مفيش حاجه اسمها كورن اثنين واحد شمال واحد، لا الاثنين كده بتبقى حجره واحده كبيره كده كده اهوت مثلثه كده اهوت، تعمل ايه دي ودي بتتحد وبتعمل اليوترس على بعضه الحته على بعضها كده، ولذلك في الحاجات دي بنقول عليها يوترس يونيكورس. في الانيمالز انت عارف انها اليوترين تيوب بتبقى في الحيوانات بيبقى الكرينيال بارت بتاعه الهورن بتاعه في اثنين واحد شمال واحد يمين. يبقى هنقول تاني ان الموليريان داكت او الباراميزونيفريك داكت هتدي الدريفيتيف بتاعتها ايه؟ هتدي الكرينيال بارت سيبريتد ودي تورنتيو. الميدل بارت هيبقى في سيبريتد بارت، هيبقى كرينال بارت ده هو هيدي الهورن والبودي، وبعدين الكودال بارت هيدي سيرفكس وهيدي فاجاين، وبعدين المولر تيوبيركل هيدي هاي.
انما بقى في الممل في الهيومن مش مفيش كده، في تورين كرينال بارت هيدي تورين تيوب، هقولها لك تاني اهو، واحده شمال واحده يمين. الميدل بارت فيوز مفيش اتنين هون هم واحد، دي الاتنين دول اتحطوا مع بعض كده اهوت، لان انا قلتها في الاول غلط، هتبقى دي حجره واحده، الهورن ده يتحد مع الهورن ده ويدي كافيتي واحد اللي هو اليوترس بالبودي بتاعه، والجزء ده سيربكس ومولر توبيركل عادي خالص هيدي الهرم. يبقى اما اجي اقول لك هي اليوترين تيوب درايفد فروم، جايه منين؟ كرينيال بارت اوف مولاريال بارت. طب الهورن اوف يوترس او الكورنيوترال جاي منين؟ جاي من الميدل بارت اوف ذا باراميزونيفريك داكت او المولاريال، وهكذا. سيربكس جاي منين؟ هتقول لي من الكودال بارت بتاع الملوريان دك، بس كده ديت الفيت اوف ميزا نيفروك دك والملوريان دك. طب الكلواكا في الفيميل عملت ايه؟ خد بالك بقى نفس الكلام في اوريجينيتال سيبتم اهو، قسم الكلواكا لدورسال بارت فينترال بارت، الدورسال بارت ريكتم اهو. طب الكودال بارت، خد بالك بقى من الكودال من الفنترال بارت، الدورسال بارت ريكتم والفنترال بارت اللي كنا مسمينه يورينال بلادر يورو جينيتال ساينس، ادى ايه؟ اهو يورينال بلادر، بيلفيك يوريثرا، فيستيبيول، كل ده من الفنترال بارت بتاع مين؟ بتاع الكروان. وايه تاني؟ والفلس ادك كليترس، والكليترس والليبر سكروتر سويلنج ادي الليبيا فالفي او الفالفولار ليب، عشان نختصر الكلام. يبقى هنا لما نقول لك الفيت اوف كلواكا اديت ايه كلواكا؟ ريكتم. في الميل نفس ريكتم، في الفيميل يورينال بلادر، فيستيبيول، بيلفيك يوريثرا، كليتورس اللي هو طلع من الفلس، والفالفولار ليبس اليوريثرال فولد بتاع الفلس لما اتحدت مع الليبيا سكروتر سويلنج راحت عملت الليبيا فالفي او الفالفولار ليب. ده فيت اوف كلواكا، شوف كل ده طالع من الكلواكا. والكلواكا اندوديرمن يعني لونو برادر الول بتاعها من جوه اندوديرم، والفيستيبيول اندوديرم، الفاجاينا اللي هي قدام على طول واليوترس ميزوديرم، سبحان الله العلي العظيم. الفالفولار ليبس اللايننج بتاعها اندوديرم، لايننج بتاع الفالفا واللايننج والكليتوريس اندوديرمال ان اورد. ده الموجز بتاع الميل والفيميل جينيتال سيستم. والسلام عليكم ورحمه الله. يبقى كده انتهى الامبريولوجي بالنسبه لكم.